سلمني على حبيبي بفضلك، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه الله يكون بعونه. لك لمين؟ لك هذا يا حرام، طول هالليل من امبارح عم راقبه بفي بالليل، يعني نحن بنقعد بناكل وهو عم يدور بهالحارة. لك مين عم يدور بالحارة؟ وقت لكن؟ ايه نحن بنكون عم ناكل وجيراننا عم ياكلوا وكل العالم عم تاكل وهو نازل دوران بالحارة وعلى عياط. لك مين وهاد اللي نازل على عياط وما سمعته انا؟ معقول ما سمعته؟ لك مين مين؟ ما فهمت عليك، يعني هو ما عم ياكل وعم يدور بالحارة؟ ايه وشو عم يقول؟ لك عم يقول للعالم نقوموا كلوا. لك يعني هو يعني جوعان؟ لا لكن شو؟ نازل هيك عم ينادي بحارة وعيط وطبل. لك شو ما فهمت عليك؟ ويطبل كمان مين؟ لك هذا بيقولوا له أبطبلي. أبطبلي؟ ايه قصدك المسحراتي؟ ايه هذا هو. ايه ما تقول هيك، ايه اجباري، هي وظيفته انه بيطلع كل يوم قبل هيك قبل اذان الصبح بفيق العالم على السحور. ايوه يعني مشان يقوموا ياكلوا. لك لكن امبارح كان عم يقول عم يقول لابي قوم يا ابو كركوز قوم وحد الله. ايوه بيقول كمان اجى رمضان يزوركم. يا عيني عليك. وشو كمان بيقول؟ بيقول يعني هيك كلمات واناشيد ما فهمت عليه، بس اليوم بدي احفظها منه. ايه فهمت عليك، يعني انت بدك تتعلم مثل حكايته. لك ومو هون النهفه، النهفه انه انا بعرفه من قبل ما يمسك الطبله ويطبل عليها. ايه عامل لك هالسله وما في الا كل ما طلع قدام بيت او شيء بيسكبوا له شغله بهالسله. ايه يا حريق انا بعرفه ما عنده غير ولدين، بتتعبى السله من هون يخلص الحاره، وين عم يروح بالاكلات؟ رح فهمك شغله. هات لشوف، هذا ابو طبله بياخذوا العالم تسكب له شغلات واكلات، في منهم بيعطوه مصاري. ايه هذا بيروح وين في بيت طفرانين بدق الباب عليهم بالعصايه بيطلع له من هالسله وبيعطيهم. ايوه شان هيك بيحمل السله. ايه سيدي، يعني هو مو بس في العالم كمان له دور اجتماعي مهم جدا. ايه بيساعد العالم اللي ما عنده يعني مو قدرته، مثلا هيك بياخذهم سكبه بالسر. لكن وبكون لحاله ما بيقول لك رب العالمين امر بالكتمان، فهنده بتصدق عليه وانت هو بتصدق على العالم. ايوه يعني هو مرسال بيننا وبين الناس التانيين اللي احنا ما بنعرفهم. تماما، مشان هيك بيكون عم ينادي وبيفيق العالم وبيعرف كل اهل الحاره، وهو لازم يكون من اهل الحاره طبعا لانه بيعرفهم وبيعرف اهليهم، بيعرف مين فيه ومين بيصوم ومين بده مين يفيقه. ايه مشان هيك بيجيب الحاره لعنا بيقول وحد الله اجى رمضان يزوركم. يعني هيك بينادي وبيقول له لابي قوم يا ابو كركوز، بينادي لجيراننا. لك حتى عنا بيقول له لابي قوم يا ابو عواز، فيق عواز ومرتك، يلا قوموا قبل ما يدين. ايوه وبيضل هيك لوقت الاذان. لا لا قبل الاذان بشوي كمان هو بده يروح يتسحر. ايوه بعد ما يؤدي واجبه الاجتماعي والواجب هيك التراثي. تماما يا عيني عليك. هلا عرفتوا الابطبله؟ مين ابطبله؟ ذكرك كنا عم نحكي عنه. عن مين عم نحكي؟
لك هلا جبنا سيرته. لك ما بصير تجيب سيرة حدا وهو غايب. لك كركوس مو انت سألتني عنه؟ انا ما حكيت على حدا. يا عيب الشوم عليك، حدا بيحكي على حدا بغيابه؟ لك هاي شغلة ما بتصير برمضان يا سيدي، روحت كل صيامك على الفاضي. لك عم نحكي عن مسحراتي. انو مسحراتي؟ يا كركوس بدك شي؟ وين رايح؟ رايح على البيت. ليش؟ استنى بطبلة. روح طبل معه لكم. بدك شي؟ سلامتك خاطرك. لا تحكي على حدا. لا التوبة، بوس التوبة. ها؟ بدك شي؟ لا سلامتك خاطرك. الله معك. اهلين اهلين.